للحديث أكثر وتفاصيل أكثر تنضم إلينا من القاهرة فاطمة غندور، كاتبة ومحللة سياسية ليبية. أستاذة فاطمة غندور، أهلا بك في قناة المملكة. يعني بعدما تحدث زميلي بواقع الحالي في تقريره، الصراع ما بين الشرعيات الجديدة والقديمة، وأيضا بناء ما تم هدمه خلال حرب دامت أكثر من 10 سنوات، الآن ما هي الأولويات والسلم كيف سيترتب بعد هذه الخطوة؟ أهلا بك وشكرا على الاستضافة، وأريد أن أبدي ملاحظة لأن من أشهر بدأ ليبيون مواطنون يتحركون في رحلات بين مطاري بنغازي وطرابلس. هناك حلحلة حصلت منذ انخرطنا في هذه المسارات العسكرية والسياسية بانتخاب يوم أمس، وأيضا ما تعلق بالشأن الاقتصادي، هناك شراك، هناك حلحلة. أيضا المواطنين الليبيين تفاعلوا مع ما جرى في جنيف بحوارات عقدتها ستيفاني منذ شهرين، وكنت أيضا ضمن النساء انخرطوا معها في هذا الحوار ووضعنا مطالبنا، وعادت هي مرة أخرى حتى في لقاء جنيف وعقدت لقاء على الأونلاين مع يعني وصلوا أعدادهم تجاوزوا المئات، ضغطوا باتجاه انتخاب حكومة تؤدي دورها في مرحلة 6 أشهر، أي أن هناك تفاعل مواطني أهلي مدني تم ضمن مسارات ستيفاني. وإن كنت أرى أنها ظلال السيد غسان سلامة، هو أيضا انخرط في حوار مجتمعي مع الليبيين وترك سلال وضعها مجملة وشاملة ضمن اتفاق برلين ثم غادرنا. لكن ما حصل في اتفاق جنيف، وليبيا تسمى عادة ويعرفونها بدولة الأمم المتحدة منذ تأسيسها، ما حصل تمت هناك تحفظات وانتقادات حول حكومة بقائمة توقعوا أن تفوز، وهي قائمة السيد عقيلة صالح ورئيس حكومة السيد بشاغة. هناك مفاجأة غير متوقعة، هذه حصلت صحيح في الرأي العام الليبي وحتى عند نخبه، وهناك تعليقات اهتمت حتى بهذه الظاهرة التي حصلت أو هذه الواقعة المفاجئة. قيل أنه إلى الانتخاب القائمة الأولى التي وصلت لأعلى رقم 25 من انتخبوها تفاجأوا فيما بعد الظهر عندما جرت المفاضلة بين القائمتين، أي أن عنصر المفاجأة ما زال يدور حاليا حتى في تعليقات تطار رئيس المجلس الرئاسي بأنه كان في طرابلس وانتمى إلى تنظيم إسلامي. هناك دفعات الآن تتحدث عن أن ذلك لم يحصل، يعني نحن الآن في مخاضات وفي نوع من الآراء توجه تجاه ما جرى في اتفاق جنيف. لكن صعب إنكار أن أغلب تطلعات الليبيين أن المدة محددة ومن المرجو أن تذهب باتجاه يعني مستهدفات رئيسة أن يعد للذهاب للانتخابات، ألا تكبر الأجندة بمشاريع تتطلب سنوات، بل يذهب إلى تأمين مرتبات الناس، تأمين وحلحلة حال يومي للحياة اليومية كالكهرباء مثلا، مرتبات الناس بتحديدا حتى لا يتم شراء أصواتهم ونحن مقبلين على انتخابات. على ذلك هناك مستهدفات رئيسة مفترض الذهاب إليها بعد مصادقة مجلس النواب على هذه الحكومة. الناس تطلب بنظرة موضوعية واقعية متوازنة لستة أشهر، في تصوري ليست 10 أشهر الآن تنقص هي، مدام سيأخذ وقتها عند مجلس النواب ومدام سيأخذ 21 يوما رئيس الحكومة من أجل تشكيل أعضاء حكومته. هناك نظرة تذهب موضوعيا وواقعيا، مفترض هذه الحكومة والمجلس الرئاسي لا يوسعوا من دائرة مشاريعهم وأجنداتهم، أن ينظروا لأهمية المرحلة في نقلة المواطن الليبي إلى حال سلم نسبي على الأقل يستقرون فيه من أجل الذهاب إلى انتخابات ننهي بها هذه المراحل الانتقالية. تحدثت عن المرحلة الحالية، تحدثت عن التخوف الذي أبديته، وهذا طبيعي في ما جرى في كل البلدان العربية. الآن أستاذة فاطمة، الساحة الليبية الآن وباتت ساحة مشتعلة، ما يسمى على أرضها هناك ما سمي بمرتزقة أجنبية، كيف ستتعامل معها الحكومة الليبية في سلم الأولويات وهذه المستحدثات لنقل التي تم إحداثها الآن في هذه الخطوة؟ هو صعب إنكار أن المسار العسكري ذهب في مسألة مهمة جدا. منذ أكتوبر توقفت الحرب بين الطرفين،
ظلت مسألة ليست مسألة ليبية ليبية، وهو حظر التسليح وأيضا خروج المرتزقة من ليبيا. هذه مؤخرا في مجلس الأمن تم قرار أن تكون هناك إشراف وآلية من البعثة في ليبيا، وأنا تصوري خلال هذين اليومين يتم مناقشة ذلك في لقاء 5-5 العسكري بين طرفي الأزمة. نحن بانتظار تفعيل ما تم اقتراحه حتى عندما قدمت السيدة ستيفاني إحاطتها المندوب الأمريكي في مجلس الأمن، ضغط باتجاه أن تخرج تركيا وروسيا قواتها، وذهبت أيضا بريطانيا إلى مقترح إشراف بعثة الأمم المتحدة ووضع آلية لمراقبة وقف إطلاق النار بين الطرفين، وأيضا مؤخرا ما خرج عن مجلس الأمن بخروج المرتزقة. في ظني أنها مسألة دولية وليست مسألة ليبية ليبية، لأن دائرة الحرب أدخلت أطراف في هذه الأزمة، وبدأوا هم ممثلي أو عفوا متدخلين في الحرب الليبية في صراع المصالح والنفوذ والدخول إلى منطقة المتوسط. هذا خارجيا أستاذة فاطمة، نتحدث محليا والجماعات المسلحة التي كانت على الأرض الليبية وليبيا، كيف سيتم التعامل معها؟ هل سيتم محاسبتها أو سيصار دمجهم تحت مظلة وزارة الداخلية والجيش الليبي؟ هو وزارة الداخلية في حكومة الوفاق من الصعب إنكار أنها قطعت إلى حد ما جهدا في سبيل تخفيف حدة هيمنة هذه الميليشيات، حتى أن بعض أطرافها مؤخرا يشتكون من هذه الوزارة ويطالبوا بإقالتها، وخرجوا في مظاهرات مضادة لمظاهرات الناس الذين خرجوا في مدن ليبيا ضد قوات أو جماعات مسلحة تحاول الهيمنة على وزارات سيادية والتدخل حتى في صنع قرارها. أنا أتصور هذا سيكون ضمن المسار الأمني العسكري الذي اجتمعت فيه اللجنة العسكرية في سرت 5+5، يذهب في آليات تمس هذه المسألة الأمنية اللي مفترض تعمل على تأمين مدن بعينها في الانتخابات، لأن لو ظل هذا الثقل المسلح سيمنع إلى حد ما أن تذهب الناس لانتخاباتها، وقد يؤثرون أيضا في أصوات الناس بأن يحازوا إلى أطراف هم يدعموها وتحقق مصالحهم. إذن من القاهرة فاطمة غندور الكاتبة والمحللة السياسية الليبية، شكرا جزيلا لك.